هاد القمه هذه كانت عطات الاكل ديالها ولا سيما على الصعيد القاري وصعيد ديال المغرب، لان المغرب يحتذى به على صعيد العالمي وكذلك على الصعيد المحلي. فهاد الخبرات ديال المغرب وديال المنتخبين من رؤساء وممثلي ديال الجامعات وكذلك من سلطات مركزيه واقليميه ومحليه، كانت هناك مبادرات للاخوان ديالنا الاشقاء الافارقه، خداو واحد المسائل معهم اللي في الحقيقه غادي ان شاء الله تكون راه الاشاره ديالنا وديالهم. فيما يخص ان كان هناك لقاءات مع الاخوان رؤساء ديال الجماعات مع بعض السلطات المركزيه، مثلا كان السيد الوالي المدير العام للجامعات المحليه وكذلك السيد الوالي للمبادره الوطنيه البشريه، اللي عطاو فيها بعض الشروحات وبعض المسائل اللي كيفاش التوجه ديال المنتخب في ظل التوجهات فعلا ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس رحمه الله، اللي عطى واحد الديناميكيه لهاد المنتخبين وكيفاش غادي ننهضوا بهاد القطاع ديالنا وكذلك بالتنميه ديال الاقاليم ديالنا في كل جهه. وحنا كجماعه او كمجلس اقليمي ديال توريث المنطقه الشرقيه، حتى حنا الان الحمد لله خدينا واحد الرصيد من المعلومات وخدينا واحد الرصيد الحمد لله من الخبرات ديال بعض الاطر الافريقيه وبعض الاطر الثانيه ديال الحمد لله المغربيه منتخبين ومن اطر كتشتغل في هاد الشيء هذا. فالاقليم ديالنا اقليم توريتو هو كيتواجد على 100 كيلومتر على مدينه وجده، الحمد لله حتى هو عرف واحد الديناميكيه، عرف واحد التنميه بفضل كل المجهودات ديال المنتخبين من رؤساء جماعات وكذلك من فعاليات المجتمع المدني ومن سلطات اقليميه ومحليه كذلك. فكنتمنى ان شاء الله هذا الورش هذا ديال اللي عطاه صاحب الجلاله ديال المبادره الوطنيه البشريه غادي تمشي في هذا التوجه، هو عطاها صاحب الجلاله في 2005 18 ماي. فهذا التوجه هذا اللي حنا دابا في البرنامج الثالث كما شار السيد الوالي، فاحنا كتهدف هذه المبادره لواحد الفئه الشاب، مثلا فئه الشباب، فئه المناطق اللي مازال ما تطورش الاداء ديالها. فاحنا كل المنتخبين خصنا نخرطوا بقوه في هذا المشروع ديال صاحب الجلاله اللي يحتذى به كما قلت لكم على صعيد العالمي. فهذه فلسفه في حد ذاتها، هذه فلسفه لان كنقولها معجزات ديال هذا الوجود ديال صاحب الجلاله، هذه معجزه في الحقيقه. حنا كمنتخبين خصنا نكونوا عند حسن ظن صاحب الجلاله وكذلك عند حسن ظن الساكنه اللي كنتواجدوا معها. فنولي لهذه القمه، هذه كانت قمه غنيه في الحقيقه بالافكار، كانت غنيه فعلا بهذه اللقاءات بالتواصل، كانت غنيه كذلك بشراكات كيفاش غادي الانسان يطور الاداء ديالو، كيفاش غادي يكون هاد المنتخبين نفتحوا العالم الخارجي ولا سيما احنا القاره الافريقيه كما قالها صاحب الجلاله الملك محمد السادس صدره الله.